يسلم عليه. قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. شباب من اللي هو الحمد لله شاب. فأي شيء تعلمه؟ بس على سرير الموت ويريد يموت، هذا شنو تعلمه؟ أسهل شيء، أخف شيء، أقصر شيء هي الصلاة على محمد الرسول. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلي عليكم يا صلاة. يقولون هاي الصلاة اللي نسويها، وخلينا أحكي يعني سمعتنا، هاي الصلاة اللي نسميها سنية صلاة لأن فيها بالتشهد أجمع عليها السنة والشيعة، العلماء بأجمعهم سميت صلاة وقبولها بالصلاة على محمد وآل محمد في تشهدها. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الصلاة على محمد وآل محمد القرآن الكريم يعبر عنها ذكر الله أو منطق الله أو كلام الله قبل أن يخلق خلقه، وحينما خلق أفضل خلقه كان الملائكة فأدبهم وعلمهم لعبوديته بالصلاة على محمد. اللهم صل على محمد. لما خلق خلقه فنظر فيهم فقال من المؤمن، فرفعت القلوب لأنوارها، قال التي تجن وتكمن فيها محبة محمد وآل محمد له الإذن أنه يصلي معه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين كندوا تعرقوا أسلموا، لا آمن، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. لهذا لما نأتي فتسمعون قالوا من منكرك؟ قال من لم يصلي عليه إن سمعني. اللهم صل على محمد. بالنسبة لعدد الصلوات أنه يقال الإنسان حينما يكون من جميع جهاته بالحساب، فأكو حساب أكو محاسب، يجي يقول فانظروا إلى كتابه هل صلى على محمد وآل محمد آخذا بها كوجب أم لا، فمن صلىها تعادل الأعمال بها الصلاة على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا محبة الزهراء الثالثة رحم الله عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. Thank you.
كان ان شاء الله عندك لك شلون هسه احنا نقول وفات مثل انت الحسين مثلا دكتور انت العباس قلنا ان ذا. فقال له ما اوصوني او ما طلقت عليه من خلال الروايات لبعض الامراض خاصه لك انت عليك بالوضوء، لكن الوضوء الكامل الوضوء تقريبا في 29 عمل. احنا عندنا غسلتان ومسحتان، هاي صحيح بس هو انه الانسان كيف ياتي الى الوضوء، الاذكار الذي يذكرها في الوضوء، الماء الذي يغسل من كيفية الغسل قبل الوضوء، الدعاء للوالدين، الدعاء للأولاد، الدعاء للأهل، من الأهل إلى الأولاد، في أشياء كثيرة. ثم في كل مرة حينما يغسل أين ينظر، حينما يغسل وجهه، حينما يغسل يديه، كيف يتطلع، أي ذكر يذكره، أي شخص يأتي إلى ذاكرته، هذا عندنا أشياء كثيرة في هذا الباب. إحنا ما نقولها أو إذا نقولها ما هلكت، بس أقول الحمد لله صرنا مترفين شوية. المضمضة 3 مرات مع إصراف الماء، استنشاق الماء 3 بهذه الطريقة. يقول في حالة الأمراض الموجودة يعقيده، لكن هو الوضوء بنفسه تعبيرنا بالروايات عن الوضوء نور، والوضوء على الوضوء يصير نور. عندنا صفة من صفات الله شيء نور، الله نور السماوات. شنو معنى نور؟ الضوء، العلم، نور يقذفه الله في قلبي من يشاء. يعني شلون يحط لنا ليت هنا، يحط لنا كروب هنا، نحترق ما يجي. إذن النورانية أو التنوير، اللهم تقولون دعاء الجهد خاصة الشباب تقولون الصبر، اللهم رب النور اللهم رب النور العظيم والكرسي الرفيع. يقولون أرفع كرسيا وأشد نور نوري هو قلب المؤمن، وهذا لم يأتي إلا بمقدمته وهو الوضوء. طيب. أذكر كم ثلث أو مثالين عن بعض العلماء، واحد منهم السيد الطبطبائي صاحب تفسير الميزان، يقول أشد وقت علي حينما أفيق من نومتي إلى أن أذهب إلى المغسلة لأتوضأ، هذا الوقت اللي ما عندي وضوء أزجع منه أزجع. واحدة من العسيد محمد الشيرازي قال له مولانا هاي إيديك وما جسد راحت، قال استعينوا بالوضوء نتوضأ يروح الوجع ويروح الجسم وأقدر ألزم القلم. عالم يكتب فوق 65,000 صفحة، انتبه، يقول استعين بالوضوء. وعالم يجي الى مستر كربون من اوروبا بحيث انه يجلس في ايران 6 أشهر ليبلغ المدى في العلوم العقلية، انتبه، 6 شهور. واحد يقول ما رأيت دينا أو مذهبا أو عقيدة ثابتة في الأرض متصلة بالسماء غير تشيع أو غير مذهب آل محمد المسمى بالجعفر 12. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنت مستقرون كنت مسيحي وما كنت الدين، زين ماذا علمك هذا الدين؟ قال علمني الوضوء. الوضوء علمنا الوضوء، الوضوء شنو؟ غسلتان ومسحتان. هذه بالنسبة لعد وضعنا احنا خاصة الشباب، كثير من عندنا يشكو من الذاكرة، كثير كلنا وانا واحد منكم، انا على راسي الذاكرة
إذا الإنسان يريد يقويها فعليه بالوضوء، فإن الوضوء يقوي الذاكرة. لا تظل يوم تقعد لما تنام، لا تظل بغير وضوء، ثم تروح للحمام ثم تأخذ غسلة. وبعض الجماعة، بعض الناس شفتهم لعد كل دراسة أو لعد كل عمل يتوفر، هي صعبة بداية النشوء. يقول هذا الشيخ بالطهر عطار، هذا الشيخ والله أكبر يتوفر تسعه راح يموت. لا، هي مو شك مو تشكيك، بس قصدي أنه يعني إحنا أبو حنيفة أحسن منها. أبو حنيفة يقول استعنت بأموري مما تعلمت من جعفر الصادق بالوضوء، وكنت أخذ ماء وضوء أمسح به على وجهي أو أتوضأ ثم أنال ممن فيه هم وغم أو مرض أو حتى موت يدنو منه فأطرده بوضوء الصادق. هذا مو أنا وأنت، هذا ضد، هذا اللي كان يفتقد. قالوا له بمن خل بوضوء الصادق. فلما نصير صادقين، واحدة منهم الذاكرة، تقوى الذاكرة بالوضوء، خاصة اللي عند الشباب. سبحان الله، كان شايب جديد لتقرأنا قرآنكم، ما حفظنا ما قرأنا آياتكم، بس كل ما يكون الإنسان ملتزم بالوضوء يحصل أشياء عجيبة قليلة. الشيء الآخر بالوضوء يقول لن نفي الأبد، لن يفتقر من توضأ. تتوضأ ماكو فقط، دائما تحس بنفسك غني. والغنى ترى مو كثرة المال، كثرة المال ما بيها غنى، لا خواي أغنيها، لا، التدبر. أنه الإنسان، أنه الإنسان بنفسه هو يوصل إلى درجة من الإيمان على أنه عنده القناعة، يوصل. لهذا الوضوء لن يفتقر من توضأ، لن يفتقر. يعني إذا قلت فقير. الشيء الآخر، فاستعينوا على أموركم، على قضاء حوائجكم، على بر أولادكم وآبائكم بالوضوء. تعال علميا، اكتشفوا اليوم علميا أن الوضوء يزيل بعض الكهرباء السالبة التي تأتي في مناطق المساجد، سجود الإنسان، إما بالاحتكاك بالتراب وإما بالغسل بالماء. هذا تشوف التيمم، تشوف سجودنا، تشوف وضوءنا. أكثر شيء حينما يأتي لليدين بعد الوجه، فيزيل الغضب. هذا عندنا رواية، من يحس بنفسه أنه دائماً غضبان، شايف واحد دائماً زين، قلة الواحد يشوف نفسه ما يقدر يسوي نفسه كنترول، مثل ما يقول حكي 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 حكي. ودائماً أذكرها، يقول المرحوم بحر العلوم كان مرة رايح لعند كربلاء، قاعد بالباب الحسين، وذول دراويش الحسين، هذول الصديق، هذول اللي يعرفون يسوي المصائب. أنا جاء له واحد قال له مولانا ذكر لك شيء، أنا أطلع من الفجر قلنا شوف ماكو رزق، ماكو. قال له اقعد يهمي، كل ساعة أطلق 20 دينار، قد تحصل؟ قال له 5 دنانير أو 10 أو 20 دينار. قال له أنا كل ساعة أطلق 20. يقول قاعد يهمي السيد شال 20، قال له ما أطلقيها مقدم ومؤخر، بس الناس ما تؤمن بالشيوخ، خاصة مع سماحة الشيخ أمين سماحة. ابتدينا يعني عن جد مبتدئين، هاي الشيوخ بنات يعني اللي يريد يبتدي يروح يصير شيخ. أنا أقول لكم بالواقع يعني مو أنه أجد، ليش؟ لأنه الوظيفة ما يعرفها مبتلي، واللي يريد الكمال رقاب الناس مبتلي، ما أدري شنو. وبعض الطاقات يعني محدودة عندنا، فقال له يقعد يمي، يقول 1 2 3 سلام عليكم سيدنا، سلام عليكم كسا واحد مولانا، سلام عليكم علي قبيس. قال له سيدنا يا 20 دينار، قال له ليش؟
شوف الجواب هذا انا ما مطلق اذا الان سولف لان انا اطفح كلمه لان هذا كل واحد يريد له 20 غيره يكون اقتابه هذا منافسه وهذا شكله وهذا الحيته وهذا كذا انا ما اقدر قال له عمي انت لسانك على كذا قال له ماذا اصنع قال له توضا لسان الغيبه لا يبتر الا بالوضوء عدم الرزق عدم الصحبه السليمه قال الحين اشوف ابني يطلع توضا وطلع شوف فلان شوفوا كم ناس طيبين وناس اخيار لهذا نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المتوضئين بحق محمد عليه الطاهرين وعلى الشكر الجزيل من اخوتي الذين قدموا علينا من المدن المتعدده خاصه اخواتي المسلمين واليوم شيخنا الجليل سماحه الشيخ الذي افادنا نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق له وان تكون مشايخنا ان شاء الله دائما منارا لشبابنا لشيعه امير المؤمنين عليه السلام بحق محمد وآله الطاهرين أفلح من صلى على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سماحة الشيخ موجود عنده سؤال يسأل أنا آخر السؤال أفلح من صلى على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الله أكبر الحمد لله لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله ابن رسول الله وعلى جدك وابيك وامك واخيك والتسعه المعصومين من بنيك ورحمه الله وبركاته والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى السلام عليك وعلى أبائك السبع الأئمة المعصومين السلام عليك وعلى أبنائك الأربعة أئمة الهادين المهديين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيدي مولاي يا صاحب الزمان يا شريف القرآن يا قاطع البرهان يا إمام الإنس والجن عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والذابين عنك والمستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومحط الوحي والتنزيل ورحمة الله وبركاته اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل عجل وليك الفرج بحق محمد وآل الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها يشاهدها ودموع العين مدرار اجوا سألوه تبجي وليش محتار اجوا سألوه وتبجي وليش محتار صاحب دمع عين الزمن دوار صاحب دمع عينه والزمن دوار تذكرت الطفوف وعمتي والنار يا تذكرت الطفوف هو عمت والنار من حرقة وخيمهم قام الأشرار أو تتراكض تخاف صغار وكبار وظلوا لا حما ولا والي يا وظلوا لا حما ولا والي ولا دار ولا عدهم معين وحتى انصار يا ولا عدهم معين وحتى يا انصار راحوا ما بقوا من هالزمن جار حزننا حزننا بمذهب على المذاهب نصر حزنا وتحز السيف بد مايا حزنا لك يعلن قلبنا بشرف حزنا يا صادقنا ونعز الجعفرية يا صادقنا ونعز الجاي يا عفري صل على محمد وآل محمد كابس مختانية على صاحب الذكر الإمام الصادق بأعلى أصواتكم اللهم صل على محمد وآل محمد نذكر موسى بن شاهد العترك يا جرحي Yeah.
عقدك من بعدك سليني حالي ونقرب عهدك وتسمد فينا نبوة سيطرت جعدك ومن الحق Yeah.
ورسميت شرفه وحدوده. هذا النص حبيبي شاعر احمد المسعود. ارد اسولف وانا شيعي مذهبي بحيدر وجوده، وانت كمل وحميته ورساميت شرعه جدك المحب
الفكرة والعشرة وأهلها وماريسة ومكرة ابن ذلك غدرة Yeah.
Yeah.
نحن نصلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا فاطمة قومي إلى الطفوف، يا فاطمة قومي إلى الطفوف، هذا حسين النعمة السيوف، الأرض تبكي والسماء I'm
إلهي ومن أوصانا بالدعاء يا رب. إلهي رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما. اللهم عجل لوليك الفرج يا رب، بالحسين بمظلومية الحسين بغربة زينب يا رب. عجل لوليك الفرج وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، نهدي إليهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات. نيابة عن هيئة شباب القاسم ابن الحسن عليه السلام، أرحب بجميع الزوار والخدام والمعزين، وأعظم الله لكم الأجر والعزاء والمعزى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإن شاء الله الجميع مأجورون، والأجر على قدر المشقة، من تحمل عناء السفر، من ساهم، من لطم، من شارك، من قرأ، الجميع إن شاء الله مأجورين، من صور، بارك الله بكم. نواصل مجلسنا هذا، مجلس استشهاد مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام بالمحاضرة لسماحة الشيخ أحمد الأنصاري، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.